اهو اهو خلاص. النهارده انت خدت طبعا مبسوط النهارده بالناس كتير قوي ما شاء الله بجد، وحاجه مشرفه لينا وللعالم كله ان شفنا ان احنا بقى عندنا انتخابات وننزل ننتخب، ودي احسن حاجه في الموضوع. ربنا يوفق الرئيس ان شاء الله باذن الله الفتره الجايه الاربع سنين الجايين، واحنا وراه واحنا جنبه، واكيد بنتمنى له الخير ان شاء الله.